المايسترو والرسام نشأة أكرم. أهلا بك إلى برنامج توقعاتي في أول ظهور لك في هذا البرنامج. يا هلا ومرحبا، إن شاء الله نكون خفيفين. إن شاء الله خلينا نبدأ لعبة التوقعات، والبداية بالمجموعة الأولى، مجموعة حامل اللقب والمستضيف. نشأت أنت، لعبت بقطر وتعرف خبايا وتفاصيل كرة القدم القطرية، برأيك في هذه المجموعة من هو الأول الثاني والثالث، وهل مشوار أو ربما طريق قطر مفروش بالورود؟ مجموعة قطر أعتقد المنتخب القطري راح يكون على رأس المجموعة. نعم. والمركز الثاني بين طاجكستان وبين الصين. بدك تعطيني مركز ثاني مين؟ أعتقد طاجكستان. إذن قطر في الصدارة، طاجكستان في الوصافة، أفضل ثالث هذه المجموعة بين منتخب لبنان والصين. الصين. الصين. على كل حال ننتقل إلى المجموعة الثانية التي يعتبرها المراقبون ربما هي الأقوى، سوريا بدون عمر السومة نجمها الأول، بين كماشة أستراليا وأوزبكستان وهند المتطورة. من المتصدر وصيف وأفضل ثالث؟ أستراليا أكيد. أستراليا أكيد. ليش مش أوزبكستان؟ أوزبكستان متطورة جداً وأنديتها عم تقدم مستويات رائعة في دوري أبطال آسيا. جداً جداً متطور بشكل كبير، لكن أستراليا رقم صعب صراحة. صح. أنا لعبت ضد الفرق الأسترالية وأعرف قيمتها وأعرف كيف منظمين داخل الملعب سيستم. شفناهم بكأس العالم كادوا أن يحرجوا الأرجنتين. أكيد أكيد، مستويات متقاربة وفريق منظم يعرف كيف يلعب، وتداخل في الأجيال ما صار قاب بين جيل وجيل، حتى من طلع كيول وكاهل اجى جيل كمل المسيره، ولهذا السبب نشوف انه ممكن المنتخب الاسترالي هو دائما من الفرق اللي ممكن تصل للمربع الذهبي. نعم. صراحه اذا السوكروس في الصداره، في الوصافه اوزبكستان. اوزبكستان في المركز الثاني. على المركز الثالث من تختار بين نسور قسيون والهند، هذا المنتخب المتطور؟ يعني لما نحكي عن الهند ما بقى نحكي بس انه شعبيه الكريكت، الهند عم تشتغل على نفسها بكرة القدم. شاهدناه في البطولة الآسيوية، شاهدناه في البطولة الآسيوية، حتى شاهدنا في التصفية، فوز على منتخب الكويت كان فريق جيد كذلك. لكن أنا أروح مع المنتخب السوري بحكم إنه المباريات في قطر راح يكون في جمهور، كذلك الجانب النفسي راح يلعب دور بشكل كبير. أعتقد المنتخب السوري. منتخب السوري أفضل ثالث. الآن منتخبان عربيان في هذه المجموعة، الفدائي الفلسطيني والأبيض الإماراتي في مواجهة عملاق آسيا، المنتخب الإيراني وهونغ كونغ. أعطيني ترتيب المجموعة وبعدين بنحلل. إيران في الصدارة مثل ما هي حاسة. الإمارات فريق جيد، فريق متطور، يمتلك لاعبين مزيج بين الخبرة وبين الشباب، مدرب محنك جدا باولو بنتو، محنك غير من شكل المنتخب. صحيح. الإماراتي دائما ما كنا نشاهد المنتخب الإماراتي يمتلك كرة هجومية، لكنه اليوم لا، طور جانب الدفاعي، وشاهدنا حتى في مباراة الأخيرة مع المنتخب البحريني سلم الملعب لكنه أخذ النتيجة، مدرب يعرف. بين هونغ كونغ وفلسطين. أكيد فلسطين قلبا وقالبا، والمشاعر والأحاسيس كلها مع المنتخب الفدائي. هون تسقط التوقعات الفنية. ما في، لا هنا مع المنتخب الفلسطيني ما راح أحيد كل شيء، وأخلي المنتخب الفلسطيني وأتمنى أنه يصل لأبعد نقطة إن شاء الله. ننتقل إلى مجموعة بلادك، اليابان، إندونيسيا، العراق، فيتنام. أنا في وجهة نظري كل المباريات راح تكون صعبة، يعني ممكن أسهلهم مباراة اليابان، لأنك أنت تعرف المنتخب الياباني وتعرف قوة المنتخب الياباني، ممكن في أسلوب وطريقة لعب راح تلعبها وتحكمك داخل الملعب أنك ما تتجرأ في 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 أوقات المباراة، وتعرف كيف تسكر وكيف تلعب على ممكن أسلوب، وهذا أنا أعتقد أنه المدرب قادر كيف يوظف اللاعبين. لكن مباراة فيتنام ومباراة أندونيسيا راح تكون صعبة، أصعبها مباراة فيتنام، لأنه إحنا حتى في مباراة التصفيات بصعوبة جدا، دقيقة 96 من مجهود فردي من إبراهيم بايش وكروس لمهند العائد من الإصابة، دقيقة 96 97، الكل كان متخوف، أو أنه ممكن في البعض كان يقول أنه ممكن المنتخب الفيتناني أو دول شرق آسيا ضعيفة. لا، أنا ما أتفق معهم، بدأت تتطور بشكل كبير وبدأت تزاحم كل الفرق اللي موجودة، إذا كانت في الشرق الأوسط أو غرب آسيا أو حتى السنترال آسيا. ترتيب المجموعة
أمنيات ثالث تكون العراق. أنا أتمنى حتى ثالث. تتجنب مواجهة أنا كوريا. صراحة أتمنى أنه أكون ثالث حتى أتمنى أنه نصل لأبعد نقطة. وين راح يكون في 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 الصدارة؟ تاني مين؟ فيتنام. فيتنام في الوصافة، والعراق أفضل ثالث هذه المجموعة. أنا اخترت العراق أفضل ثالث حتى أتجنب كوريا. طيب أوكي، كحسابيا أمور فنية أتجنب كوريا أروح ثالث أفضل لي، ما أروح ثاني. قرأت مسار ما بعد دور المجموعة بالضبط، ما أروح ثاني حتى لسبب أنه ما ممكن ما أكمل في البطولة. أي نعم هي مباراة 90 دقيقة، لكن المنطق والواقع يقول لك المنتخب الكوري منتخب متطور بشكل كبير ورقم صعب. الآن المجموعة التالية، كوريا بقيادة كلينسمان تواجه ماليزيا، الأردن، والبحرين. أول تاني تالت. الأول أكيد كوريا. كوريا. الثاني البحرين. بحرين. الثالث الأردن مع عموتة. الأردن مع الكابتن حسين عموتة. إلى الآن الأردن لم يظهر بشكل جيد. لم يظهر بشكل جيد. ليست مقنعة. النتائج ليست مقنعة، وفي تخبطات فنية. تخبطات إدارية أكثر ما أنه تكون فنية. المجموعة الأخيرة، كابتن نشأة لعبت في السعودية مع النصر وكذلك مع الشباب، وتعرف جيدا المنتخب السعودي. برأيك السعودية في مواجهة تايلاند، كرغزستان، عمان، بدك تعطيني أول تاني ثالث مجموعة. السعودية إن شاء الله أكيد. بقيادة مانشيني في الصدارة. عمان الثاني. عمان، رغم أنه عمان خسرت أمام كرغزستان بالتصفية المؤهلة للمونديال. عمان الثاني. عمان. أي نعم. من محبي الكرة العمانية شكلك. أكيد يعني المنتخب العماني منتخب جيد، وراح يكون مباراة في قطر وجماهير راح تكون متواجدة بشكل كبير، وأنا أعرف الفرق العربية متى ما كان جمهورها موجود متى ما تكون مردودها يكون جيد. ثالث. تايلاند. تايلاند. الآن كابتن، هذه هي أفضل ست منتخبات اخترتها. الآن علينا أن نختار بين هذه الست منتخبات، أربع منتخبات فقط لتواصل الرحلة الأسيوية. الآن بين الأردن، فلسطين، والعراق، من يختار؟ أكيد العراق. عراق. عراق تتأهل إلى الدور 16 في مواجهة المنتخب القطري. تجنبت كوريا، طلع لك الأدعم. ما عندي مشكلة. هالقد ضامن الفوز على قطر؟ لحظة لحظة، ما عندك مشكلة؟ لا لا، ما عندي مشكلة لأسباب. ما عندي مشكلة ألعب ضد المنتخب السعودي، ضد المنتخب الإماراتي، ضد المنتخب القطري، لأنه في هذه المباريات ينسي الجانب التكتيكي وينسي الجمل التكتيكية. ما يصير الجرينتا. بالضبط. نعم. الحماس داخل الملعب هو من ممكن انه، والدليل انه احنا حتى في بطولة العرب، في بطولة الخليج، بطولة الخليج اللي قبل اللي كانت في البصرة، المنتخب العراقي اجى ب 12 لاعب 13 لاعب قدر انه يفوز على منتخب قطر اللي هو كان بطل آسيا. نعم. الآن بين الصين، المنتخب السوري، والمنتخب التايلاندي، من تختار؟ أروح مع الأمنية والعاطفة، أروح مع المنتخب السوري. إذن المنتخب السوري يتأهل لمواجهة إيران في دور 16. الآن المنتخب الفلسطيني والمنتخب الصيني في ظهوره 13 للمنتخب الصيني، الذي بذكرك وصل بكأس آسيا لدور الربع النهائي وخرج أمام إيران. أعتقد كانت في 2003-2004. آخر نسخة. آخر نسخة. يعني متمرسين الصينيين. الصين. الصين. الصين تتأهل لمواجهة المنتخب الأسترالي. الآن بعده عندك منتخبين، المنتخب التايلندي والمنتخب الأردني. المنتخب الأردني. المنتخب الأردني يتأهل لمواجهة الكمبيوتر أو الساموراي الياباني. الآن الله يعينهم. هذا هو المشهد، هول هن المنتخبات يلي تأهلت على مسؤوليتك كابتن إلى دور 16. ولكن دعنا نواصل رحلة التوقعات ونبدأ مع أوزباكستان وعمان بقيادة الكرواتي برانكو. لمن الكلمة؟ أوزباكستان. جواب نهائي. جواب.
يعني المنتخب العماني من المستحيل تخطي أوزبكستان. صعب جدا. الآن المباراة الشهيرة ذكرتنا بآخر خليجي نص نهائي خليجي اللي صار بالبصرة بين قطر والعراق. الآن في كأس أمم آسيا، من يختار نشأة لمواصلة الرحلة الآسيوية؟ إن شاء الله العراق، وأنا رحت أنه أنا أكون ثالث حتى منتخب بلدي يوصل، وكنت أعرف أنه أنك راح تكون في هذه المنطقة، يا أما يجيك المنتخب السعودي أو المنتخب القطري، منتخبات عربية، فأنا أروح مع المنتخب العراقي. المنتخب العراقي منتخب جيد قادر أنه يهزم المنتخب القطري. نعم الأرض والجمهور وفريق متطور، لكنه في نفس الوقت كمان الجماهير العراقية أكيد حتكون حاضرة، أكيد راح تكون موجودة، يعني حتى المنتخب العراقي حيحس حاله ببيته بالضبط. وإحنا يعني لله الحمد، الحمد لله من سنين طويلة إحنا نلعب في قطر وفي الإمارات وحتى في الأردن، وكانت سابقا في سوريا، نشعر أنه في بلدنا، لكنه أكثر مباريات لعبناها في قطر. فأنا أروح مع المنتخب العراقي لأنه هذه المباراة لا تخضع لا للتكتيك ولا الجوانب الفنية، تخضع فقط للحماس والوجود الذهني والحماس اللي موجود داخل الملعب. وأنا أعتقد في وجهة نظري المنتخب العراقي قادر أنه يكون موجود في هذه المباراة. الآن إيران تواجه المنتخب السوري بقيادة هكتور كوبر. لا إيران أكيد، إيران أكيد. الآن كوريا وفيتنام. كوريا. كوريا. نعم. الآن أستراليا والصين. أستراليا. أستراليا. أستراليا تواصل الرحلة الآسيوية وتتأهل إلى ربع النهائي. الآن قمة خليجية بين المنتخب السعودي والمنتخب البحريني. السعودي دون نقاش. منتخب السعودي بسهولة؟ لا مو بسهولة. الآن المنتخب الإماراتي في مواجهة طاجكستان. المنتخب الإماراتي لأنه المزيج اللي موجود، ولا حتى اللاعبين الشباب اكتسبوا خبرة، لعبوا مباريات كثيرة في الفترة الأخيرة، ممكن يمكن لعبوا آخر 10 أو 8 مباريات مع المدرب أو 7 مباريات، فأكيد اللاعبين الشباب اكتسبوا خبرة، وحتى اللاعبين الشباب مميزين كانوا مع أنديتهم في البطولة الآسيوية، فأكيد راح يكونون. إذن الإمارات تتأهل لمواجهة الفائز على مسؤوليتك كابتن نشأت طبعاً، بين اليابان والمنتخب الأردني. اليابان. اليابان. إذن اليابان برأيك بين العراق وأوزبكستان، من سيواصل ومن سيغادر إلى مطار حماد الدولي؟ مباراة جدا راح تكون صعبة وما راح تكون مستحيلة، و إن شاء الله العراق. الآن إيران بثلاث تتويجات تواجه كوريا الجنوبية بتتويجين في هذا الحدث الآسيوي. من أروح مع كوريا. 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 إذن كوريا والعراق جنبتهم بدور ال 16 بس اهتأوا. ما عندك مشكلة. ما عندي مشكلة. أصلاً العراق بس يوصل لهالمرحلة. بس أوصل أنا، بس أعبر هاي المرحلة بعد ما عندي مشكلة. 100%. الآن أستراليا السوكروس في مواجهة الأخضر السعودي. أستراليا التي تعيش استقرار فني لا مثيل له منذ مونديال روسيا 2018. السعودية بقيادة جديدة متمثلة بالإيطالي مانشيني بعد مغادرة إرفين. مدرب كبير، اسم كبير، إضافة بشكل كبير. أنا أروح مع أستراليا لسبب واحد فقط، لسبب واحد فقط لا غير، نوعية وكمية ومهارة فردية وجوانب تكتيكية. المنتخب السعودي واحد من أفضل المنتخبات اللي موجودة، لاعب بآسيا موجود بالمنتخب، موجود في المنتخب السعودي سالم. لكن اللاعب السعودي مدى يشارك بشكل كبير مع الأندية، عدد المحترفين لما عدد المحترفين 8 لاعبين داخل الملعب، في احنا نتكلم على لاعبين الهلال ممكن 3 لاعبين 4 لاعبين، تكلمين على لاعبين الوسط سلمان الفرج، محمد كنو، عبد الله المالكي، دول ما يشاركون كلاعبين اساسيين، وهذا يؤثر بشكل كبير على المنتخب. اللاعبين السعوديين ما ماخذين فرصتهم بشكل كبير مع الانديه، فهذا راح يؤثر بشكل كبير، لانه كره القدم استمراريه، وفتره خصوصا المباريات استمراريه ورتم يتصعد من مباراه الى مباراه. جواب نهائي استراليا.
أتمنى السعودية، أمنية كأمنية توقعاتك. السعودية لكنه كتوقعات فنية أعتقد المنتخب استرعى. أستراليا إلى مربع الكبار، والسعودية تودع الآن بين الإمارات واليابان. لا اليابان أكيد، اليابان ما بدني أعشي. لا اليابان أكيد، أكيد اليابان لعب آخر ست مباريات مجنن العالم، فايز على إسبانيا على ألمانيا. المنتخب العربي الوحيد اللي أهلته للمربع الذهبي هو العراق، لأنه خارطة الطريق ممكن أنت رسمتها، منك رسم بريشتك ترسم فرحة العراقيين على الملعب وبرنامج توقعات. أنا شو يسموني؟ طيب الرسم. لا مايسترو. المايسترو رسم رسمته. الآن من سيتأهل إلى نهائي كأس آسيا بين العراق وكوريا الجنوبية بمحترفيها وبنجومها؟ بلاعبيها، مو محترفين. محترفين بالخارج عندهم خبرة. من هم؟ العراقيين ولا الكوريين؟ عم بحكي على كوريا. ها اوكي بمحترفيها. اي نعم. ناطرني لا لا ناطرني على المفرقة. لا لا مو انا صراحة يعني لا انا عم بحكي كوريا. خاصة اذا بدنا نحكي عن كوريا، يعني كوريا فازت باول نسختين ودائما بتكون مرشحة ولكن لا توفق بكأس اسيا، يعني بدها ترجع هيبتها. اي بس مو على حساب العراق ترجع هيبتها. لا بس راح اروح مع المنطق. والواقع يقول لك كوريا. كوريا. إذن كوريا إلى النهائي والعراق تكتفي بالوصول إلى نصف النهائي. الآن اليابان وأستراليا. يعني آخر لقب فازت فيه اليابان كانت بالدوحة ب 2011. هل تبتسم الدوحة مجددا للساموراي الياباني أم لأستراليا كلمة أخرى؟ اليابان. اليابان. إذن مواجهة شرق أسيوية بين اليابان وكوريا. يلا. الآن لنا قمة في النهائي بين اليابان وكوريا الجنوبية. كوريا الجنوبية بقيادة كلينزمان من أجل اللقب الثالث، واليابان من أجل تعزيز رصيدها والتتويج باللقب الخامس والتربع على عرش آسيا. من سيختار؟ اليابان. جواب نهائي اليابان. إذن المنتخب الياباني على مسؤولية المايسترو نشأة أكرم يتربع على عرش آسيا ويفوز بلقبه الخامس في هذا الحدث القاري الآسيوي.